نروح لقطاع غزة في فلسطين اللي حذرت وزارة الصحة فيه من ارتفاع أعداد الشهداء الأطفال في قسم الحضانات بعد وقف السلطة الفلسطينية التحويلات العلاجية الخاصة بهم. وزارة الصحة في غزة قالت أنه خلال الفترة الماضية توفى 14 طفل بسبب إجراءات السلطة الفلسطينية، ووصفت ما حدث للأطفال بأنه جريمة مكتملة الأركان، خاصة أن القطاع الصحي في غزة بيعاني من نقص حاد في الأدوية وفي المستلزمات الصحية. نشوف تفاصيل أكثر في هذا التقرير. الوضع الصحي يمر بأزمات هي قديمة جديدة، ولكن الآن تجددت. في خلال 24 ساعة ثلاثة أطفال، يعني طفل 9 أشهر وأطفال بعمر أسبوع، فارقوا الحياة وهم كانوا بأمس الحاجة للتحويل إلى الداخل، وبالتالي لفظوا أنفاسهم الأخيرة يشتكون إلى الله ظلم الظالمين. طبعا لطالما حضرنا من هذه المأساة وهذه الكارثة، والآن تتجدد. وإن لا سمح الله لم يتم تدارك الأمر من قبل يعني المحتل أو السلطة في رام الله، ستكون أو ستحل كارثة العشرات بل ممكن المئات من المرضى هم طريقهم يعني إلى الموت لا سمح الله إن لم يتم تدارك الأمر. ولذلك نقول اتقوا الله في مرضانا، المرضى خط أحمر، الموضوع موضوع إنساني وليس له أي علاقة بسياسة، ولذلك أنقذوا مرضانا. ساعة الماضية تم استشهاد 3 أطفال، 2 منهم في حضانة المجمع الشفاء الطبي، وواحد في العناية المكثفة في مستشفى الرنتيسي وهو الشهيد إبراهيم قبيل 9 شهور. إضافة إلى هذا العدد أدى إلى استشهاد 11 مريضا حتى هذه اللحظة منذ العام الجاري وحتى هذه اللحظة، نتيجة عدم خروج هؤلاء المرضى باتجاه المشافي التخصصية في الداخل الفلسطيني المحتل وفقا للتحويلات العلاجية، حيث لدينا ما يزيد عن 2500 حالة تم إرسال تحويلات علاجية لرام الله ولم يتم الرد عليها سوى ل 250 حالة حتى هذه اللحظة. نؤكد على أن المتاجرة بأرواح الناس ومعاناتهم لهي جريمة نكراء مرفوضة بكل المقاييس، وأن الذي يجعل من معاناة هؤلاء المرضى سلعة سياسية يبتز بها هؤلاء المرضى من خلال معاناتهم وآلامهم، لنؤكد أن هذا العمل مرفوض وأن هذا العمل جريمة وجب أن يحاسب عليها هذا المحتل من ناحية، وأن يحاسب عليها القائمون في سلطة رام الله من ناحية أخرى. كما أننا نؤكد على أن هذه الجريمة يجب أن تلاحق من جميع المؤسسات الحقوقية وجميع المؤسسات القانونية المحلية منها والعالمية.